هذا أول شيء، مسألة خارجة عن نطاق الإنسانية وخارجة عن الأخلاق. وانت لابس كل ملابسك بإمكانك انك تتفتش أمنيا. هاي مسألة بس مجرد ابتزاز لأهل لشعبنا الفلسطيني ولمحافظة الخليل. يجب أن يكون هناك وقفة حقيقية، رفض دخول الجنود والمجندات على البيوت في ظل غياب أصحاب البيوت. أنا مش عارف كيف يعني هيك بيهجموا على نسوان، عم بضربوا نسوان، واللي صار امبارح بالأقصى المرة اللي ضربوها اللي بطحوها على الأرض. عار على الاحتلال الإسرائيلي وعلى الحكومة الإسرائيلية النازية اللي تستعمل هذا الأسلوب الحقير ضد مرة أو بنت بخلع ملابسها وتسليط الكلاب عليها. بس إذا ما صار الرد المناسب هيك راح تتكرر، وراح يزيد الاحتلال في تمرده في طغيانه. فإحنا لازم يكون الإشي وقف جادي من جميع الفصائل، من جميع الناس العادية، الأهالي. لازم الكل يكون عند يكون يعني ردة الفعل تنتقل للحدث هذا. يعني إذا سكتنا إحنا راح يتمادوا أكثر، راح يصير تنتهك أعراض للمرأة الفلسطينية عمر أمن الجميع. الانتهاكات اللي بيمارسوها الاحتلال ضد المواطنين بشكل عام في الخليل انتهاكات يعني تجاوزت كل الحدود الإنسانية والمعقول. اللي صار من انتهاك لأعراض وحرمات أخواتنا وبناتنا في الخليل، هذا انتهاك صارخ ومش لازم نتوقف عنده. وهذا الانتهاك كل يوم بتكرر سواء في القدس أو في الخليل بشكل خاص، خاصة مع اختلاط مواقع السكن والشقق في انتهاكات يعني مستمرة. ولكن كونه بيقوم في هذا العمل مجندات، فهذا أصبح عمل يعني منظم، عمل مسؤول عنه الحكومة الإسرائيلية المتطرف. طبعاً مش إشي جديد على الاحتلال على فعائله والجرائم ضد أبناء شعبنا، طبعاً ضد الطفل وضد الشيخ والبنات والمرأة الكبيرة، يعني بخلوش حدا بحاله. طبعاً هذا مش إشي جديد، طبعاً هذا الاحتلال، طبعاً إحنا بنستنكر هذا الحكي، وهذا العمل عمل جبان طبعاً. وربنا يحمي شعبنا الفلسطيني، وإن شاء الله بنتحرر وربنا يهدي البال على الجميع.